أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث. كما نقول دائما، ناديكم الأول للصحافة وواجهتكم للتحليل السياسي. الترحيب موصول أيضا لضيفي في استوديو دائرة الحدث لهذا اليوم، الدكتور إيهاب بسيسو، رئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزة. تحياتي دكتور. تحياتي لك، أهلا وسهلا. دكتور، كالعادة لنكسر روتين البرنامج بأن نتوجه سريعا لأبرز ما تداولت صحف اليوم من عناوين، ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش التي محورها الأساسي حراك أمريكي وتبعه حراك إسرائيلي وحراك أردني، وبالإضافة إلى ذلك طبعا الأوضاع ميدانيا في سبل، يعني سواء استئناف المفاوضات من ناحية أو باب انتفاضة ثالثة من ناحية أخرى. نتابع. نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومع جريدة القدس. أمريكا أكدت أن زيارة أوباما للمنطقة ستكون استكشافية، وكيري يعتبر حل الدولتين على حدود 67 أولوية قصوى وسيسعى لتطبيق ذلك. وسجنوا العساوي يضعون مواد غذائية بجانبه لإغرائه، وقوى رام الله والبيرة تبحث أوضاع السجون الكارثية. إلى صحيفة الحياة الجديدة، مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد يقول خلافات حماس الداخلية وتعطل انتخاباتها تنعكس على المصالحة. وفي عنوان آخر، رقبة نتنياهو الحكومية بيد تحالف لبيد وبنت. نبقى بالصحف المحلية ومع صحيفة الأيام، إسرائيل بدأت تشغيل خط حافلات للفلسطينيين فقط، وأوقاف القدس تحتج وتحذر من عواقب استفزازات جنود الاحتلال داخل ساحات الأقصى. ننتقل إلى أهم الصحف الصادرة في بعض الدول العربية، ومع جريدة الدستور الأردنية، عضو كنيسة إسرائيلي يحاول اقتحام وتدنيس مسجد قبة الصخرة. إلى صحيفة الغد، باراك في واشنطن لمشاورات مع هيجل. ومن الخليج الإماراتية، إسرائيل لا تتوقع نهاية قريبة للأزمة مع تركيا. ومع الأهرام المصرية، مرسي وكيري يبحثان دعم الاقتصاد المصري للخروج من أزمته الراهنة. نصل لأبرز ما جاء بالصحف العربية الصادرة في لندن. ومع الشرق الأوسط، الأردن يستغرب وإسرائيل ترفض تأكيد أو نفي لقاء نتنياهو والملك عبد الله الثاني. من القدس العربي، إسرائيل تبقي على إغلاق معبر غزة لليوم السادس على التوالي. ومع أهم ما جاء بالصحف الإسرائيلية ومن صحيفة هاريتس، نبدأ في شاس يشنون هجوما على المستوطنين، سوف ندعم إخلاء البؤر الاستيطانية. إلى صحيفة معرب، مسؤول في الليكود يقول لبيد حصل على ما يريد، الحكومة بدون المتدينين. من صحيفة يدعوت أحرنوت، لبيد يطمح بحقيبة الخارجية، إلا أن نتنياهو مصر على تعهده أمام ليبرمان. وختام هذه الجولة بأهم الصحف الأجنبية، ومع واشنطن بوست الأمريكية، مشرعون أمريكيون يطالبون بقطع المساعدات لمصر خوفا على إسرائيل، وكيري يعتبرها ضررا بالمصالح الأمريكية. إلى صحيفة نيويورك تايمز، في غزة إطلاق نار على الحدود مع إسرائيل. وأخيرا من الجارديان البريطانية، الفلسطينيون المضربون عن الطعام يطالبون المملكة المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقة النقاش مع الدكتور إيهاب بسيسو. دكتور، دعنا نبدأ في ما ستحمله الولايات المتحدة في زيارة أوباما القادمة التي باتت قريبة، يعني في أواخر الشهر الجاري أو في الثلث الأخير من الشهر الجاري، وما نسمع عن حراك إسرائيلي أو ما سرب في صحيفة في الوكالة الفرنسية التي قالت بأن بنيامين نتنياهو زار الأردن مرتين والتقى بالعاهل الأردني لبحث الأزمة السورية من ناحية أو تداعيات الأزمة السورية على كلا البلدين في إطار اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، وأيضا الملف الفلسطيني رغم عدم التأكيد الأردني أو عدم النفي الأردني لحصول هذه الزيارة، إلا أنه في إسرائيل يتم تداول الخبر على أنه أمر حصل لا محالة. ثم سمعنا عن تصريحات أهود باراك في أمام اللوبي الإسرائيلي، اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، الذي قال فيه بأنه ضرورة الوصول إلى تسوية. طبعا تحدث عن الملف النووي الإيراني، وكان هذا أول ما تحدث فيه، ولكنه أيضا انتقل إلى الملف الفلسطيني بأن يقول حل الدولتين، وأنه ضرورة الانتقال إلى مرحلة سريعة، بأنه انتقالية سلسة في وقت لم يستبعد بل أكد أنه ربما يكون الحل الأمثل هو انسحاب أحادي الجانب من قبل إسرائيل، وهو ما سربته صحيفة التريبيون عن أن الولايات المتحدة ستطلب من إسرائيل انسحابا من الضفة الغربية في إطار زمني منتظم، وأنه في عام 2014 يجب أن نرى دولة فلسطينية مستقلة. وكما قالت القدس في أول عنوانها بأنه كيري يعتبر أنه حل الدولتين على حدود 67 أولوية قصعى وسيسعى لتطبيق ذلك. ماذا نفهم؟
ما الأكيد وما هو غير الأكيد وما الذي يجري وراء الكواليس؟ الأكيد أن هناك حراك سياسي أمريكي على صعيد ملف المنطقة. الأكيد أن الولايات المتحدة تنظر بعين القلق إلى موضوع الملف النووي الإيراني، وتحاول من خلال الحراك الدبلوماسي الأمريكي النشط أن تحتوي الأزمة مع إيران عبر قنوات دبلوماسية، وبالتالي هذا يؤدي إلى تراجع في الخيار العسكري أو خيار المواجهة، على عكس ما كانت تدفع دائما إسرائيل إلى اتخاذه في مع الولايات المتحدة. الأكيد أن هناك اهتمام أمريكي فيما يتعلق بالملف السوري وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا وكيفية يمكن إدارة الأزمة، لأن هناك أطراف دولية أخرى مثل روسيا والصين والتي برز دورها في الإطار السياسي وما رشح عنه من مبادرات، سواء كانت من جانب النظام من جهة أو حتى من جانب المعارضة والأطياف السياسية المعارضة من جهة أخرى، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة قطر والسعودية وهذا الحراك في دعم الثورة السورية أو الجيش السوري الحر. الأكيد أيضا أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تهمل ملف القضية الفلسطينية وإن كان يأتي على الدرجة رقم 3 بعد إيران وسوريا، ولكن أنا باعتقادي أن هذا الحراك الأمريكي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني ليس كافيا ولا يرقى إلى تطلعات الفلسطينيين من جهة أن ترقب وصول الرئيس أوباما في زيارته إلى المنطقة، بمعنى أننا هي نوع ممكن أن يكون من الالتفاف حول الشرط الفلسطيني والذي شكلته القيادة الفلسطينية بما يتعلق بعدم العودة إلى المفاوضات بدون أن يكون هناك وقف كامل للاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس. وبالتالي نعم، هناك موضوع جديد أيضا أضافه الدكتور صائب عريقات خلال زيارته لواشنطن، بأنه وجوب إطلاق سراح 120 أسير من أسرى المؤبدات داخل السجون الإسرائيلية، هذا حتى يعني المفروض أن تلتزم فيه إسرائيل حتى يدخل الجانب الفلسطيني في إطار المفاوضات. أنا لا أريد أن أقول شرطا، لأن إسرائيل تستخدم هذا الكلام بذريعة للتهرب من المفاوضات أو إسقاط الحقوق الفلسطينية في مسألة المفاوضات أو ما سيوضع على الطاولة. هذا كلام يعني لم نسمعه، سمعنا أكثر عن مسألة أسرى أوسلو، أسرى ما قبل أوسلو، المئة وست أسير أو خمسة، أنا الرقم الدقيق غير يعني مش متأكدة منه، كانوا في القبل يقولوا 123 أسير، ثم جرى الحديث عن 106 أسرى، ثم 105 أسرى، بغض النظر، ولكن أسرى ما قبل أوسلو هم ما سيكون ما يجب على إسرائيل أن تفرج عنه، بالإضافة إلى الالتزام والتفاهم الذي تفاهم به الرئيس محمود عباس مع أود أولمرت رئيس الوزراء الأسبق. طيب، في كل ما تفضلت فيه نعود إلى الرؤية الأمريكية للحل لصراع المنطقة. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة وصلت لقناعة بأنه الملف النووي الإيراني، كما سمعنا من تسريبات أوباما لموقع أمريكي وصحفي أمريكي جيرالد، الذي قال بأنه بنيامين نتنياهو يقود بلاده إلى الهاوية، وأنه الخطر النووي الإيراني ليس أشد خطرا على إسرائيل أو على وجود إسرائيل من الصراع أو القضية الفلسطينية، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة وصلت لهذه القناعة وأن تعيين مبعوث جديد أيضا لعملية السلام أو لملفات الشرق الأوسط يصب في ذات الخانة؟ وهل يعني ذلك بالضرورة بأن كل التحركات السياسية التي تجري في المنطقة، يعني من الصعيد الأردني أو الصعيد الإسرائيلي، يعني الأردن العاهل الأردني توجه إلى موسكو ثم إلى أنقرة، وتصريحات أردوغان أيضا الأخيرة تجاه إسرائيل، مع أنه في إسرائيل بيقولوا أنه هي فقط لاستجابة الاستجلاب شعبية أكثر في الوسط العربي، ولكن في صلب الموضوع، هل تعتقد بأنه ما تفكر فيه الولايات أو ما تسعى إليه الولايات المتحدة وجولة كيري في المنطقة لها علاقة مباشرة بجولات أخرى يقوم بها آخرون؟ نعم، يعني بجواب بسيط جدا هو نعم، ولكن إذا ما دخلنا في تفصيل الجواب بشكل أو بآخر، من الصعب جدا أن تكون الولايات المتحدة تترك الملف القضية الفلسطينية والتعامل مع المشهد الفلسطيني دون أن يكون لها القدرة على إحداث نوع من التأثير على مجريات الأمور، كون أن القضية الفلسطينية هي مرتبطة بأحداث وبأطراف إقليمية ترتبط من خلالها الولايات المتحدة معها بعلاقات استراتيجية. نحن نتحدث مثلا عن دول الخليج على سبيل المثال، نحن نتحدث عن الأردن، نحن نتحدث عن مصر، وبالتالي هذه الدول لها ارتباطاتها السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، كما لها ارتباطاتها مع المجتمع الدولي. لا يمكن للولايات المتحدة أن تترك
نترك هذا الملف، ولكن هي الحديث عن درجة الاهتمام بهذا الملف. المبادرة التي سوف يأتي بها الرئيس أوباما أنا باعتقادي هي مجرد لعملية تحريك الركود في الشأن الفلسطيني، وليست هي المبادرة الحيوية التي ستعمل على إطلاق عملية سياسية مباشرة بعد هذه السنوات من الجمود. بمعنى الحديث عن أن يكون هناك أن إسرائيل تقدم جدولا زمنيا للانسحاب من الضفة الغربية في ظل الاستيطان الذي تمارسه إسرائيل، هذه تعد نوع من أنواع المزحة، لأن الفلسطينيون جربوا هذا من قبل. بمعنى أننا نعود إلى صيغة أخرى، إلى صيغة مرحلة انتقالية، أنه نحن في انتظار أن تقدم لنا إسرائيل جدولا زمنيا حول هذا الانسحاب. كيف يستقيم في حين أهود باراك يتحدث بغير ذلك ويريد انسحابا على الكتل الاستيطانية وهو يرسم الحدود وبالتالي يفرضها على الجانب؟ سأتي لهذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا. لنا تجربة مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بعملية الجدولة الزمنية. كان من المفروض أن تنتهي المرحلة الانتقالية الأولى في 99، ونحن الآن مر علينا الآن منذ أصله 20 عام، وبالتالي إذن هذه الجدولة ستكون خاضعة دائما لأي عملية توتر ميداني ستعمل إسرائيل على عرقل ذلك، لأنه لا يمكن جدولة في ظل أن تصادق الحكومة الإسرائيلية سواء السابقة أو حتى إذا جاءت الحكومة القادمة التي يرأسها نتنياهو، لن تتوقف عن فكرة مصادرة أو عفوا المصادقة على قرارات استيطان. إذن هذا ما يريد الفلسطينيون في هذا ليس جدولة فقط، ولكن هو ما هي الضمانات التي ستقدمها الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية إلى القيادة الفلسطينية بعدم التوسع الاستيطاني أو على الأقل الوقف المباشر للاستيطان. هذه معضلة أولى. المعضلة الثانية الحديث عن انسحاب أحادي الجانب. أنا باعتقادي أن هذا المصطلح من المصطلحات الخاطئة على المستوى السياسي. ليس هناك انسحاب، هناك إعادة انتشار. إسرائيل لن تنسحب. من قال أن إسرائيل أصلاً انسحبت من غزة وهي التي تسيطر على كل المعابر إلى غزة براً وبحراً وجواً؟ وبالتالي فكرة إعادة التموضع أو إعادة الانتشار لا يلغي فكرة الوجود وقيام الاحتلال بالسيطرة على كل المرافق الحيوية للمجال الفلسطيني سواء كان في غزة أو حتى في الضفة الغربية. نعود إلى نقطة مهمة، إذا ما ربطنا الجدولة الزمنية مع الاستيطان مع إعادة الانتشار أحادي الجانب، نرى أن إسرائيل ما تمارسه من توسع استيطان هي تفصل الضفة الغربية عن بعضها البعض، بمعنى أنها تمزق البرنامج السياسي الفلسطيني جغرافيا وسياسيا. الكوريدور الاستيطاني المسمى بE1 والذي يربط مستعمرة معالي أدومين بالقدس ماذا سيفعل؟ سيعمل على تقسيم الضفة الغربية. صحيح. وبالتالي إذن القضية إذن إعادة تموضع، إعادة انتشار في ظل فرز أمر واقع من خلال الكتل الاستيطانية يجعلنا أمام كيان سياسي فلسطيني هش لا يرقى بأي شكل من الأشكال في أقصى درجات طموحه إلى الدولة. هذا ناهيك عن انفصال غزة الجغرافي والسياسي في الفترة الحالية. إذن ما يأتي به أوباما هو عملية تحريك لعملية سياسية مجمدة ليس بالضرورة أنها تفضي إلى نتائج إيجابية على صعيد أي نوع من أنواع التسوية في ظل ما تحدث به وفي ظل جولة كيري وفي ظل ما صرح به إيهود طيب براك. دعني أسأل، هل تعتقد أنه ما تقوله هو استنتاج لنوايا أمريكية تجاه الملف الفلسطيني، أنه فقط الهدف تحريك؟ طب إذا كان الهدف تحريك إذن في ارتباط بملف آخر، لأنه لا تحرك القضية الفلسطينية إلا إذا كان هناك حراك فعلي على قضية أخرى في المحيط، صح؟ هذا بحسب التجربة اللي جربناها مع الولايات المتحدة في أغلب يعني حرب العراق، الحرب ضد الإرهاب، كل هذه الخطوات استبقتها تحريك للملف الفلسطيني ثم ركضنا. هل الولايات المتحدة بزعمك يعني بتحليلك هو هدفها فقط تحريك، أم إنه في نية وفي إرادة والقدرة غير متوفرة، أو طريقة التفاهم مع الإسرائيليين في هذه القضية غير موجودة؟ هل الإرادة والقدرة، مبدأ الإرادة والقدرة هو عنوان هذه المسألة، أم إنه للقضية حسابات أخرى؟ هناك العديد من الحسابات. أنا باعتقادي أن القدرة طبعا هناك قدرة، ولكن ليس هناك إرادة، وليس هناك إرادة من الجانب الأمريكي، مردها العلاقات الاستراتيجية التي تتمتع بها الولايات المتحدة. أنا باعتقادي نحن لم نخرج من مربع إدارة الصراع، ليس هناك أي حل في المنظور القريب في ظل هذه المعادلة المتشكلة. نحن الآن ندخل في مرحلة مخاض سياسي، وهذا المناخ المتشكل في المنطقة من الطبيعي جدا أن تلعب كل القوى السياسية الإقليمية والدولية بشكل حذر جدا اتجاه ما قد يؤول إليه.
ننظر إلى الآن على سبيل المثال إلى الأزمة السياسية المتشكلة في مصر. نعم، من الجانب النظري الكل كان يتوقع أنه لن يكون هناك انتقال سلس من نظام إلى آخر، أي من نظام حسني مبارك إلى نظام الإخوان المسلمين. صحيح. لكن حجم هذا التوتر لم يكن أحد في حساباته أنه سيصل إلى مرحلة المصادمة المباشرة والحديث عن أحداث بورسعيد وتشكل جبهة الإنقاذ وما إلى ذلك. إذن هناك في حالة سياسية جدا متوترة في مصر، وهذا المناخ السياسي أيضا ينظر له العديد من المراقبين السياسيين في دوائر صنع القرار سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا بعين الحذر إلى ماذا سيفضي عليه هذا المناخ السياسي المتشكل في مصر. قيسي من مصر، انظري إلى مشتقات المشهد المصري، مثلا حماس، وبالتالي الدور المصري الذي تحاول من خلاله الحكومة الإخوان المسلمين في مصر أن تلعبه على صعيد التهدئة فيما يتعلق مع الجانب مع إسرائيل، وبالتالي في ضبط جماح على الأقل حركة حماس من خلال الآلية الداخلية لحركة الإخوان المسلمين في شقها السياسي الفلسطيني. إذن هذا مشهد نأخذه بعين الاعتبار. الأزمة السورية، الأزمة السورية ماذا لو انهار النظام؟ السؤال هو ليس في انهيار النظام، لو كانت هناك القوى الإقليمية والقوى الدولية سواء في الولايات المتحدة أو في موسكو أو في الصين أو حتى في الدوحة والرياض على قناعة بأن هناك بديل قوي لهذا النظام لانهار النظام بشار الأسد في يوم واحد. القضية ليست في ذلك. إدامة الصراع بهذا الشكل وهذه الوتيرة يعني أن لم يوجد حتى اللحظة هناك نضوج سياسي لمرحلة ما بعد بشار الأسد. تجربة العراق خير مثال على ذلك، وبالتالي أن الخوف من سقوط النظام سيكون له تداعياته على العراق أولا، على تركيا ثانيا، وبالتالي على الأردن ثالثا وهي الأهم بالمناسبة، وبالتالي هذا ما يفسر الكثير من الحراك السياسي الدولي لما يتعلق بالأردن. إذا انهار النظام في سوريا نحن بصدد موجات كبيرة جدا، إضافة إلى الموجات التي ذهبت إلى الأردن، إلى موجات جديدة إلى الأردن. كيف ستستطيع الأردن باقتصادها وبرنامجها الاقتصادي الهش والذي أيضا قائم على المساعدات من استقبال هذا العدد الكبير جدا من اللاجئين السوريين؟ إذا ما نظرنا إلى هذه الخارطة نستطيع أن نضيف عليها بعدا آخر، القاعدة. وبالتالي هذا الهاجس، أحيانا يتم تضخيم صورة القاعدة في وسائل الإعلام الأجنبية، ولكن هناك الكثير من القوى التي تحارب في سوريا ذات ميول إسلامية والكل يتحدث عنها في وسائل الإعلام سواء كانت الأمريكية أو غيرها. ماذا سيحدث في حال أنه انهار هذا النظام؟ لا يوجد حتى الآن استراتيجية لذلك. السؤال الأهم، ماذا سيحدث للجولان؟ كيف ستستطيع الولايات المتحدة أن تدافع عن إسرائيل استراتيجيا وسياسيا فيما لو انهار هذا النظام السوري، وبالتالي ماذا سيحدث حول خاصرة سوريا أو شمال فلسطين المحتلة 48 فيما يتعلق بإسرائيل؟ إذن هناك الكثير من القضايا. بؤر الانفجار في المنطقة متعددة، بؤر الانفجار تمتد من أقصى شمال سوريا إلى رفح. هل تعتقد بأنه هذا هو ما يفسر الحراك؟ يعني هذا على مستوى الحراك الآخرين، ولكن حراك الولايات المتحدة برأيك هل يأتي لي تخفيف وتيرة الغضب والغليان في ضد إسرائيل في هذه المنطقة؟ يعني أصلا الحراك على صعيد الملف الإسرائيلي هو للصالح الإسرائيلي طبعا بالنسبة للولايات المتحدة إذا نظرنا بعين ثاقبة لما تفضلت وقلت. طيب، على المستوى الميداني في القدس المحتلة، زيارة موشي فايغلين عضو حزب الليكود وهو من المتطرفين إلى المسجد الأقصى، وقد تم صده وطرده من دخول المسجد الأقصى هذا صباح اليوم. يوم أمس كان هناك تدنيس للقرآن الكريم من قبل جندي الاحتلال أيضا في باحات الأقصى أثناء صلاة للسيدات. ثم قبل ذلك تعرض فتاة حامل للضرب من قبل ثلاث يهوديات في محطة للنقل الباصات. ثم الحديث عن قرار لتخصيص حافلات للفلسطينيين في القدس المحتلة، وأن هذا يعتبر عنصريا من قبل اليساريين والعلمانيين في صحف إسرائيلية. أنا يعني لفتني أن هناك كان مقالات متعددة عن أميرة هس وغيرها وسمدار بيري تحدثوا عن المجتمع العنصري في سمدار بيري كتبت اليوم عن تركيا حول هذا الذي يجري في القدس المحتلة. الانتفاضة الثانية كانت شرارتها زيارة شارون إلى المسجد الأقصى وتدنيسه. هل تعتقد بأن ما يجري على الأرض في الشارع الإسرائيلي استجلابا لانتفاضة أو استجلابا لموجات عنف بين صد ورد تخدم إسرائيل أو يعني طفحان الكيل بالنسبة للفلسطينيين،
التصعيد ميدانيا يرافق أيضا صمت على المستوى الحكومي في إسرائيل أو رضا يعني ضمنا. ما الذي تتوقعه على هذا الصعيد وكيفية التعامل معه أيضا على المستوى الحقوقي والقانوني؟ نعم، محاولة التأثير من أجل أن يكون هناك رغبة إسرائيلية بإحداث انتفاضة ثالثة، أنا أعتقد أن هذا ينطبق فقط على رؤية اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف، بمعنى حسب النظرية التقليدية أنه إذا ما هربنا إلى المواجهة التي تهدد الأمن القومي وبالتالي التبرير لاستخدام الحل الأمني بشكل مطلق، هذا سيعمل على إلغاء العديد من المشاكل الداخلية، وبالتالي سيحيد الكثير من القضايا الداخلية، وبالتالي سيخلق أجندة سياسية لا يستطيع أي أحد سواء من العلمانيين الإسرائيليين أو من غيرهم أو من أحزاب الوسط أن يتحدث في ظل المعركة الموجودة التي تهدد أمن إسرائيل. هذا ما جربوه في الانتفاضة الثانية وما تم ترويجه للمجتمع الإسرائيلي في الانتفاضة الثانية، وأعتقد أن في ذلك الوقت أن اليمين الإسرائيلي نجح في انتزاع هذا القبول الإسرائيلي بإطلاق اليد الأمنية في الانتفاضة الثانية، وبالتالي هذا ما فسر صعود اليمين المتطرف منذ تلك الفترة حتى الآن، هو دائما التلويح بعصا العنف وبالتالي التهديد الأمن القومي. نعم. يريد المتطرفون الإسرائيليون واليمين الإسرائيلي أن يجر الفلسطينيين إلى هذا المربع مرة أخرى. هذا لا يعني أن 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 المسلسل العنصرية التي ذكرته لم يتوقف، وليست هذه المشاهد، هي مشاهد متواصلة. صحيح. نحن نعاني من جراء العنصرية الإسرائيلية منذ أن تشكلت إسرائيل نفسها، وبالتالي هذا المسلسل المتواصل ليس جديدا على الفلسطينيين، ولكن يحاولون بشكل أو بآخر استدراج المشهد الفلسطيني إلى هذا المربع. نحن نتحدث عن الجانب الإسرائيلي الآن. في المقابل هناك الوسط السياسي الإسرائيلي يقول أن الوضع تغير، إذا منفجر الوضع في فلسطين المتغيرات أكثر مما كانت عليه في 2002، وبالتالي الوضع الهشلي المشهد الفلسطيني، حالات الضغط الموجودة في داخل المشهد الفلسطيني، قدرة حماس العسكرية في غزة والتي لن تقف بشكل أو بآخر، فيما لو انهارت لن تستطيع حماس أن تبرر التزامها بأي هدنة عسكرية مع إسرائيل في حال اندلعت المواجهة في الضفة الغربية كانتفاضة ثالثة، وإلا ستخسر حماس قاعدتها الجمهورية سواء كانت في الضفة أو غزة. الضفة الغربية ولم ويعني أبقت على مبرراتها. المشاهد المتفرقة، دعني أشير لهذه النقطة، المشاهد المتفرقة في الضفة الغربية والتي حدثت لم تصل إلى مرحلة الانفجار الكلي، وبالتالي هي مراحل كان يتم السيطرة عليها أو احتوائها في كثير من المحاور، إذا ما تحدثنا عن عفر أو حوارة أو إلى آخره. طيب. إذا ما انفجر الوضع ستخسر حماس بكل معنى الكلمة إذا لم تتدخل في ذلك، وهي التي تتحدث عن انتصار في 2008 وانتصار وهو صحيح بالمناسبة تتحدث. وهو صحيح عن انتصار في 2008 وانتصار في 2012، تنمي القدرة العسكرية لدى حماس. إذا ماذا فيما لو انفجرت الضفة الغربية في وجه الاحتلال كانتفاضة ثالثة، بمعنى أن يكون هناك حجم كبير جدا للاحتجاج الشعبي، أين ستكون حماس؟ أستبرر حماس في ذلك الوقت الاعتقال السياسي والمشكلة أنها تقف مكتوفة الأيدي في ومغلولة الأيدي في الضفة الغربية بسبب الاعتقال السياسي أو مجال الاعتقال السياسي؟ ما هو دور حماس؟ طيب. ما هو دور حماس في غزة؟ إذن الجانب السياسي الإسرائيلي يخشى من انفجار غير متوقع، وبالتالي هذا ما يفسر الصراع في داخل إسرائيل. يمكن أيضا أنه يريده يعني ليس يعني العلمانيين أو الوسط. صحيح، أتحدث عن اليمين المتطرف. نعم. والمستوطنين في شكل التشكيل الأخير أو في آخر ما حرر أو ما أعلن عنه في مسألة تشكيل الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحكومي في إسرائيل، من أنه نتنياهو سيذهب باتجاه لبيد وبنت تحالفهم الوطيد، وأنه يستثني الحريديم والحلفاء الأصليين باستثناء إسرائيل بيتنا التي هي في تحالفها مع الليكود. هل تعتقد بأن هؤلاء من تم استثناءهم يريدون أن يستخدموا الفلسطينيين كقربانا أو ك يعني سلم الدم الذي دائما يعني إسرائيل تعرف هذا منهج متأصل؟ نعم. استغلال ما يحدث ميدانيا، لأنه أغلب الحالات التي تجري من اعتداءات سواء من قبل قطعان المستوطنين أو من قبل حالات معينة أصبحت تتكرر باستمرار، حالة البصق على الفلسطينيين أو العرب في القدس المحتلة من قبل يهود متشددين، من أنه إثبات وجود من أننا نحن من استثنيتمونا في تشكيل ائتلافكم الحكومي لتخرجوا من عزلتكم، نستطيع أن نقلب عليكم الطاولة ميدانيا. نعم، يعني يمكن النظر إلى ذلك من وجهة نظر أن اليمين الإسرائيلي يحاول دائما الاستدراج المجال السياسي أو الفضاء السياسي في داخل إسرائيل لصالح خيار دائما المواجهة. الآن لا أريد أن نقع بين الثنائيتين، بمعنى
القبول بشكل أو بآخر من باب سياسة ضبط النفس بكل هذه الممارسات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون والتي تحدث يوميا من باب ضبط النفس، وبالتالي يتم يخلق أيضا ثقافة اتكالية فلسطينية اتجاه ما يحدث. تمام. وفي المقابل لا أريد أيضا أن نتحدث عن أن فقط هو الجانب الإسرائيلي من يريد أن يورطنا في هذه الانتفاضة. الممارسة العنصرية، إسرائيل الآن بكل مؤسساتها سواء كانت السياسية أو الأمنية أو العسكرية تعي تماما أن حالة الاحتقان الفلسطينية موجودة، وموجودة بشكل كبير جدا. وجزء أساسي من هذه من هذا الاحتقان مرده حالة من الممارسات الغير مقبولة إنسانيا بالدرجة الأولى من جانب الاستيطان، وبالتالي إذا إسرائيل تتحمل هذه المسؤولية بكل مناخاتها السياسية. ال- 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 الوضع السياسي في داخل المجتمع الإسرائيلي دائما في حال التجاذب والبقاء دائما للأقوى والذي يستطيع أن يسيطر. مشكلة اليمين في إسرائيل أنه يعيد تكرار السيناريوهات من قبل ولا يعي إلى طبيعة المتغيرات. أنا أعتقد أن اليمين الإسرائيلي بما في ذلك حزب الليكود بالمناسبة توقف لديهم الزمن عند 2005 و2006، وبالتالي لا يقرأوا بشكل كبير جدا ما تغير وتحديدا فيما يتعلق بالثورة العربية. يريد هذا الانفجار، إذا حدث هذا الانفجار والذي أنا باعتقادي لا يوجد ما يمنع من حدوث هذا الانفجار، ولكن الانفجار إذا ما حدث في تحديدا في الضفة الغربية سيكون انفجارا له توابع سياسية كبيرة جدا، وبالتالي لا يمكن أن تقبله الولايات المتحدة لأن هذا سيعكر المشروع الأمريكي القائم على إيجاد تسوية في سوريا. لن يمكن أن تقبله الولايات المتحدة لأن هذا أيضا ما سيقلق التوازن الاستراتيجي وسينعكس على الملف الإيراني بشكل سريع. إيران ستتدخل على المستوى السياسي وبالتالي ستحاول أن تلتقط الرسالة مرة أخرى فيما يتعلق بعملية الانفجار، وبالتالي نحن نعلم أن المقاومة الفلسطينية والدعم تسوق الفلسطيني نعم تسوق كما تفعل تركيا بالمناسبة كما تفعل تركيا في الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن هناك في مناخ لإعادة العلاقات التركية الإسرائيلية إذا ما قدمت إسرائيل اعتذار عن مرمرة وإلى آخره. إذن توابعه في المنطقة كبيرة جدا. أيضا إذا ما تحدثنا عن استقرار هش في مصر وبالتالي إذا ما حدثت هالانتفاضة كيف سينعكس ذلك على موقف الحكومة المصرية اتجاه الانتفاضة الفلسطينية. إذن كل الأطراف الإسرائيلية والأمريكية والعربية لا تريد انتفاضة بشكل أو بآخر. من يريد الانتفاضة؟ أي الذي يريد الانتفاضة هو الذي ينكوي بنار الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وبالتالي هذه هي المعادلة. لا تستطيع حتى السلطة الفلسطينية أن تستطيع أن تضبط هذا المشهد المحتقن في ظل عدم وجود أي حل يعمل على تنفيس حالة الاحتقان. ومن هنا تأتي حزمة المحفزات من زيارة أوباما، الإفراج عن أسرى قبل 93، الإنقاذ الاقتصادي للسلطة الفلسطينية كي تتجاوز مرحلة الأزمة الاقتصادية، جدولة زمنية بحيث أن يتم تحريك هذا الملف كي لا ينفجر في هذا الوقت بالذات. لكل فترة زمنية لكل مرحلة معطياتها السياسية. إذا نحن في هذه المرحلة الإبقاء على المشهد الفلسطيني بالشكل الذي هو عليه لأن هناك بؤر انفجار أخرى في المنطقة وهناك مشروع سياسي في المنطقة تنظر الولايات المتحدة أنها تستطيع أن تتلائم معه، المتمثل في مشروع الإسلام السياسي والإخوان المسلمين. تستطيع الولايات المتحدة وصلت إلى قناعة أنها تستطيع أن تنسجم مع هذا المشروع على الأقل العشر سنوات الماضية. إذن القادمة نعم. إذن لا يوجد من المبرر أن يتم إفشال هذا المشروع وهو في طور التكوين على الصعيد الذي يحدث سواء كان في مصر أو تونس أو حتى ما يمكن أن يفرضه المشهد السوري. يعني أنا لست من اللي يعني متوقعين من أنه 10 سنوات فعلا هو عقد من الزمان سيستمر حكم الإخوان المسلمين. ربما أقل بكثير. شكرا جزيلا لك الدكتور إيهاب بسيسو رئيس دائرة الإعلام في جامعة بير زيت على هذه المشاركة القيمة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد. هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية إلى الزاوية الكاريكاتيرية، فلتتفضلوا دمتم بخير وإلى اللقاء.